نروح لتشكيل النادي اتفضل. الاهلي. هنبدا طبعا طبعا يا جماعه، معلش انا لازم اقول النقطه دي. تشكيل النادي الاهلي دايما يا كابتن ايمن اللي احنا بنقوله ليس معلومه، ولكن دي وجهه نظر محمد جمال. اتفضل. طبعا في حراسه المرمى علي لطفي، بيتسو هيلعب بثلاثه، هيلعب طبعا محمد مغربي لان راجل ليفت فوتد بيلعب برجليه الشمال، هيقدر يعمل الكفرج ده لو كان ايمن مش جاهز، لانه ايمن خلاص وصل المعسكر، في امكانيه انه يلعب او لا ده حسب التقدير، فاغلب الامور مش هيكون موجود. فاتفضل يا كابتن. لا يعني بتفضل ان مغربي لو كان سليم هو اللي يلعب على حساب ايمن اشرف؟ لو كان مغربي الحمد لله سليم، لكن ايمن لو ايمن جاهز 100% هو صعب جدا، لان الراجل باقي اقل من 24 ساعه على المباراه بعد ميعاد وصوله. فده صعب جدا ان هو يتواجد من بدايه المباراه، ان هو يتواجد على البنش وينزل بعد كده حسب مجريات الامور، ده شيء جيد جدا، لكن ان هو يبدا المباراه اظنه صعب، رغم انه خد معدل دقائق اقل بالظبط، ومحمد شريف خد معدل دقائق قليل جدا، فالاثنين يقدروا يكونوا موجودين. أيوة. في الاخر هي تخضع لحاله اللاعب البدنيه، وده اللي هيقرره بيتسو. هي تخضع لوجهه نظر المدير الفني، بمعنى ان في مدير فني زي اجري في مونتري عمل ايه؟ لعيب الناس اللي كانت جايه من الصفر. لعب كل اللعيبه ما عدا لعيب واحد، ما عدا لعيب واحد. اجري لعب كل اللعيبه ما عدا راجل السنتر باك مونيتاس بتاع منتخب المكسيك، لعب كل اللعيبه وجازف بيهم. أيوة. رغم ان هم كمان كانوا واصلين لكابتن 48 ساعه او 40 ساعه قبل المباراه. فهي نفس النقطه في الاخر. أيوة. المدير الفني هو اللي هيقرر اذا كان ده اوكي. بس هي وجهه نظرك ان مغربي هو اللي يبدا ويشتغل ناحيه الشمال علشان يقفل السبيس اللي كنا بنتكلم عليها انا ودكتور احمد، انه الناحيه اللي فيها علي معلول، علي راس ماله الجزء الهجومي، علي بيرجع لكن دايما هيبقى في سبيس لما يروح لدودو كمان، مش عايز اخلق دايما مواقف 1 في 1 او مواقف واحد على واحد، فانا عايز لما يكون هنا موجود علي معلول في السبيس دي. تمام. هنا علي معلول دايما لازم يروح له مغربي عشان يقفل دي السبيس دي. لازم مغربي يتحرك في السبيس دي، يقفل السبيس عشان دايما دودو هيشتغل انسايد، هو ما بيشتغلش على اللاين، بيطلع ماركوس روكا من وراه لكن هو دايما بيشتغل على الانسايد. فدودو ده راس مال بالميراس في المنطقه دي، لازم اقفل عليه بلعيب ليفت فوتد عنده القدره، لازم اكيد اكيد بيتسو هينبه عليه انه يقفل في المنطقه دي. الناحيه دي هيكون موجود طبعا محمد هاني، واحد من نجوم المباراه اللي فاتت، هيقدر يشتغل في المنطقه دي بشكل جيد، لان نفس اللي قلناه على دودو الناحيه الثانيه هنتكلم عليه هنا على جوستافو سكاربا، الراجل الجناح برده ما بيرجعش. مظبوط. هاني يفضل واقف بشكل كبير، رامي ربيعه لو هو اللي لعب على الرايت او ياسر هيقدروا يقفلوا بشكل كبير. عندنا في وسط الملعب ديانج، محمد مجدي قفشه، احمد عبد القادر، حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر. اثنين لعيبه سريعا عشان عارف الوقت بيجري، اثنين لعيبه مهمين بكره جدا جدا رغم اهميه خط الدفاع بالكامل، لكن اثنين لعيبه مهمين بكره جدا عشان اقدر اقفل واشتغل كومباكت واقدر اعمل الكاونتر بالشكل الممتاز اللي عمله بيتسو قدام مونتري. محمد مجدي قفشه مطالب بالعديد من الادوار، الدور الاولاني بالنسبه له انه دايما يحاول انه لما طاهر يكون بيضغط على الراجل جوستافو جوميز السنتر باك عشان ما يعملش البيلد اب من الخط الاول للهجمه، يكون هو بيضغط هنا على دانيلو في ظهره، لان ديانج هيكون دايما موجود في المنطقه دي بيكفر الخط الثلاثي الامامي كله، فهو مزبوط. مش هيزيز. يعني انت هنا بتقول ان محمد مجدي قفشه يبقى اقرب الى اللاعب اللي هو رقم 20 اللي هو اللي عنده 20 سنه اسمه دانييلو. عشان ما يطلعش بالكوره، مش طاهر. لا طاهر هيتحرك دايما في السبيس دي، لكن أوكي. لما تطلع الباس حتى لو طلعت بشكل غير دقيق من جوستافو جوميز لازم دايما قفشه يبقى بيعمل الرانر اب، لازم يطلع كده علشان يقفل على دانييلو اللي هو اخر لعيب في وسط الملعب هنا. أوكي. لازم يقفل على لعيب مركز 6 عشان ما يعملش البيلد اب من الخط الثاني، لان هو ده اللعيب اللي دايما بيعتمدوا عليه عشان يشتغل دايما يبتدي يوزع على الجناحين. يبقى هيكون ما بين مجدي قفشه وطاهر 100%، فهو ده الدور اللي هيبقى مكلف بيه مجدي قفشه، عشان طاهر مهما يحاول انه يقفل لازم يبقى في لعيب بيعمل له رانر اب، لعيب لازم يجي من وراه عشان يقفل في المنطقه دي. ده اللعيب الاول وطاهر محمد طاهر. نعم. الضغط على جوستافو جوميز والوان دايما هيغلطهم، لان الوان لعيب كورته اقل شويه من جوستافو جوميز، عشان كده البيلد اب بيطلع من عند جوستافو جوميز، وهم دول الاثنين سنتر باك الراجل ما بيغيرهمش، احيانا بيغير الاثنين فول باكس، بيلعب في التشكيل كتير في الاثنين فول باكس، لكن الاثنين دول ما بيتغيروش. جوستافو جوميز واحد من كباتن الفريق والبيلد اب بيبتدي من عنده، والوان واحد من اللعيبه اللي موجوده بقى فتره طويله في الفريق وبيعتمد عليه وفي ثقه كبيره فيه. نهايه ان شاء الله الكاونترز انا بتمنى ان احنا نشتغل بنفس الطريقه اللي اشتغلنا بيها المباراه اللي فاتت، نلعب كومباكت، نقفل ميد بلوك، ما نزلتش تحت قوي، تحت قوي خلينا نستقبل لعب في مساحات قريبه من الجون، فنشتغل ميد بلوك من وسط ملعبنا، نبتدي نكاونتر زي ما احنا كنا شغالين على الفلانكس
ما عملش كاونترنج هنا، لان كاونترنج هنا الاثنين لعيبه جوستافو جوميز والوان الاثنين طوال، مش عارف اخد منهم اي حاجه. خاصه ان طار في الاساس هو مش راس حربه. الاثنين هنا اللي هيشتغلوا على الفلانكس او على الاجنحه سواء حسين الشحات او احمد عبد القادر، اقدر بشكل كبير جدا جدا ان انا من خلال الكرات اللي كان بيعملها محمد مجدي قفشه، على الرغم ان كان عنده شويه ميس باس في ماتش مونتري، لكن لو هو ركز في دقه الباس في الخروج بالكوره، لما ابتدي اشتغل هنا دايما هحط في السبيس. لو كانت الهجمه من هنا من ناحيه الشمال هكون السبيس دايما ورا الجناح الشمال، لو الهجمه كانت من ناحيه اليمين فدايما ده دور مهم ان اللي هيعمل ديستروينج هو ديانج، دايما اول لعيب هيبص له هو محمد مجدي قفشه. اكتر لاعب عنده دقه وقدره على الترانزيشن خاصه في ظل غياب عمرو السوليه هو اللعيب الوحيد اللي هيقدر يطلعك، وما عندكش كمان لعيب اللي بيعمل الفورورد راننجز او اللعيب اللي بيحط الكره بلغه الكره، كان بيحط الكره تحت رجله ويبتدي يقطع 40 50 يارده ويبتدي يخش من هنا ويبتدي يطلع، ما عندكش اللعيب ده اللي كان بيعملها احيانا وبيتسو بيستخدمه هو اليو ديانج، لكن اليو والواجبات المكلف بيها مستحيل ان هو يطلع بالكره ويقطع بيها مسافات لانه هيفضي المساحه دي. بس خلي بالك كابتن اسلام، يعني ليا ملحوظه يعني اتفضل، ان ممكن مستر بيتسو موسيماني في بدايه المباراه ما يبقاش الضغط من قدام كده شويه، يعني ممكن يبقى طاهر مثلا عند دايره السنتر، بالظبط، وقفل نص ملعبي كويس وضيق المساحات. طبعا طبعا احنا فاردينه على الملعب علشان نبين للناس الجميل، لكن طبعا الثلاثي الامامي لما هيبتدي هيتواجد هنا، لان انت بتعمل ميد بلوك هتبتدي تشتغل وتضغط في الحاله الدفاعيه وانت بتستقبل اللعب من هنا، عشان بالزبط. لما تبتدي تكاونتر هتشتغل من وسط الملعب، عشان لما تبتدي تكاونتر يبتدي الجناحين يتحركوا، حسين الشحات واحمد عبد القادر. وتاني صحيح. انا بأثمن جدا على الدور اللي لعبه طاهر محمد طاهر والتحركات المهمه اللي كان بيعملها ومحاوله تجميع اللعب دايما ناحيه اليمين، كان بيتحاول يتحرك دايما في المسافه اللي ما بين الليفت باك والليفت سنتر باك علشان يقدر يخش هنا في السبيس ده، وتجميع اللعب مع حسين الشحات وبعدين ابتدي كاونتر الناحيه الثانيه واغير الملعب عند علي معلول واحمد عبد القادر، فده تمام. دور مهم جدا جدا. تمام. نقطه قبل ما اكمل، احمد اسف، احمد كان قال انه وكابتن اسلام قالوا في بدايه الحلقه ان هم عندهم دافعيه كبيره لان هم عايزين ياخدوا بالثأر من النادي الاهلي. خليني اقول لك، خدها بقى بالجزء الايجابي، هم تحت ضغط كبير جدا جدا، هم بينتموا لمدينه ساو باولو، ساو باولو فيها ناديين كبار خدوا كاس العالم للانديه سواء كورينثيانز او ساو باولو، نادي المدينه كورينثيانز خد لقبين، اللقب الاول في البطوله الاولانيه 2000، وعلى فكره نشاه النادي دوت لان هم معظم اللعيبه ساعتها كانوا على كورينثيانز، فهم كانوا متواجدين اصلا اوريدي، بس علشان في بعض العنصريه فهم حبوا يستقلوا وعملوا نادي بالميرس، لان هم كمان بينتموا هناك للمنطقه الكالتشر او باك جراوند بتاعتها ايطالي بالظبط، فعلشان كده هم شويه مضغوطين جدا. الاعلام هناك بالمناسبه في جزء من الاعلام بينتمي لبالميراس لكن الغالبيه بينتمي لكورينثيانز وساو باولو، فعاملين ضغط كبير عليهم بشكل كبير قبل البطوله، وده ان شاء الله يكون في مصلحتنا بكره ان هم مضغوطين بشكل كبير.